الشيخ طالب العبودي. سلام عليكم. يا الله، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشيخ طالب العبودي. أهلا وسهلا شيخنا العزيز. معاك رامي عيسى من أرض الكنانة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آمين. آمين. يا شيخ، صحتكم أحوالكم مشايخنا؟ الحمد لله. يعني كان معايا بعض الموالين، كنا عايزين نسمع رأيك. يعني احنا بنقرأ الآن في كتاب مدينة المعاجز، الصفحة يا شيخ المجلد الأول، صفحة 101. قال الإمام علي سلام الله عليه: أنا الذي قرعتني السم الصلاب وهطل بأمر صوب الصحاب، وأنا الموعود بالكتاب، أنا الطود ذو الأذباب. إلى قال: أنا العشوش، أنا القلمس، أنا العفوس، أنا المداعس. ما كناش فاهمين الكلمات دي. هل هذه الكلمات الإمام قالها يعني هو اللي يعلمها لوحده، ولا ممكن تؤول أنا العشوش، أنا القلمس، أنا العفوس، أنا المداعس؟ طبعا أمير المؤمنين حتى إلى مقولة إذا قارنها الشتبارك يقول فيها: أنا والله وجه الله. نعم، اللهم صل على محمد. هو كلامهم صعب مستصعب يا شيخ. طبعا مولانا، يعني أنا ما قرأت الكلمة دي دلوقتي، أنا العشوش، أنا القلمس، أنا العفوس، أنا المداعس، قلت فعلا يعني كلام صعب مستصعب لا يقر به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل. طبعا أنت إذا تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، شو يقول؟ يقول لي: علي لا يعرفك إلا الله وأنا. اللهم صل على محمد. نعم. حتى الإمام الصادق، الإمام الباقر، كل الأئمة الأطهار ما عرفوا شنو حق علي بن أبي طالب. انت عارف ليه يا شيخ؟ انت عارف ليه يا شيخ؟ شيخنا الحبيب في كتاب، خليك معايا، في كتاب مشارق انوار اليقين في الخطبه الافتخاريه والمرجع صادق الشرازي، قال بصحتها ولها تاويلات. قال الامام سلام الله عليه: انا المنادي لكم في الازل، الست بربكم؟ فهو لا يعلم حقيقه كينونه علي الا الله. طبعا هو نادى الست بربكم، وهو الذي يعني في كتابنا الانوار النعمانيه لسيد نعمة الله الجزائري في المجلد الثاني، قال الإمام سلام الله عليه: والله قد كنت مع إبراهيم في النار، وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما عليه، وكنت مع نوح في السفينة، وأنا الذي أنجيته من الغرق، وكنت مع أيوب، وأنا الذي شفيته، وكنت مع يوسف، وأنا الذي أنجيته من الجب. أليس كذلك يا شيخ؟ صحيح. طبعا صحيح. نعم. أحسن. هذا الكلام العامة ما تعرف هذا الكلام. العامة يا شيخ بيقول لك ده غلو، لأنهم عندهم جهل، جهل العامة دول، جهلة. عجيب. طبعاً أكيد هذا الكلام. هؤلاء جهلاء، وكل كرامة للإمام علي. عايزين إيه يعني ما الإمام شفى أنجى إبراهيم من النار؟ إحنا أيضاً أنا وياك والمشايخ نجهل من هو علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. نادي علياً مظهر العجائب، تجده عوناً لك في النوائب، كل هم وغم ينجلي بولايتك يا علي. شوف شيخ حيدر. نعم. أكو رواية موجودة عندنا أنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: نزلنا أنا وعمار بن ياسر في وادي اسمه هذا الحديث. نعم. فرأينا نملا يخرج من الصخور، فقال عمار: قال يا أبا الحسن، سبحانه محصي. فقال الإمام علي: قال يا عمار، لا تقل سبحان محصي، بل قل سبحان بارئه، لأني أعرف رجلا يحصي. فقال عمار بن ياسر: قال يا مولاي، من الذي يحصلنا من هذا العدد كبير؟ قال يا عمار، ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى، ماذا يقول؟ قال يقول: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فقال: انا ذلك الامام يا عمار. الله على هذا الصاروخ يا شيخ، قوي جدا جدا جدا، والله اول مره اسمعه. حضرتك في ارض الجهاد ما شاء الله يا شيخ. انا قرات في مشارق انوار اليقين، يعني صراحه الامام علي الكتاب في ايدي، والله يعني سبحان الله. الامام قال: انا ارسيت الجبال الشامخات، وفجرت العيون الجاريات، انا غارس الاشجار ومخرج الالوان والثمار، انا مقدر الاقوات، انا ناشر الاموات، انا منزل القطر، أنا منور الشمس والقمر، أنا القيم الساعة، أنا أعلم هماهم البهائم ومنطق الطير، أنا الذي أجوز السماوات السبع والأراضين السبع في طرفة عين. ولاية كونية يا شيخ. حق اليقين للسيد شبر. أيوة، للسيد شبر. أي نعم نعم. ما رأيك في هذا يا شيخ؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ شوف خل أقول لك شيخ حيدر. نعم. القضية، إحنا زين العارضين عليه السلام فوق عبادته معروفة. نعم.
أكثر عبادة. نعم. لما يسأل زين العابدين يقول يا سيدي مولاي إن أنت وأن علي بن أبي طالب، يعني وين العبادة بينك وبين علي ابن أبي طالب؟ القضية مو قضية عبادة سجود وركوع، ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلان. اللهم صل على محمد. شوف سبحان الله، ضربة واحدة بالصيام والقيام والصلاة، مش عارف ربي دي. سبحان الله، عجيب. لأنه أنت لو تقرأ الأحاديث اللي موجودة، نوم العالم خير من عبادة الجاهل. سبحان الله. الجاهل يعبد الله وكثير عبادة، لكن العالم شيكون، لأنه شنو يعبد الله؟ عن علم مو عن جهل. طيب يا شيخ حيدر، عبادتنا لله. شيخ حيدر، يعني أنت تقر معي الآن أن سيدنا علي هو كل شيء ويتحكم في جميع ذرات الكون، ولا ولاية تكوينية يتحكم؟ ولاية تكوينية هذه موجودة، مثل ما الولاية اللي طغى موسى عليه السلام. نعم، يعني سيدنا علي يا شيخ، اليوم في يدي. نعم، يعني سيدنا علي أيضا في مشارق أنوار اليقين الآن في إيدي، صفحة 266، أنا صاحب جنات الخلود، أنا مجري الأنهار، أنهار من ماء تيار وأنهار من لبن وأنهار من خمر، أنا رافع إدريس مكانا عليا، أنا منطق عيسى في المهدي صبية، أنا مدين الميادين ووضع الأرض. كلمات يقشعر منها البلد، ما شاء الله يا شيخنا. طيب يا شيخ طالب، بعد ما حضرتك أقرت بالكلام ده كله، معاك رامي عيسى أبو معاوية من قناة صفا، وسجلت التسجيل وهرفعه على اليوتيوب وهرفعه على قناة صفا، موافق إن شاء الله أرفع هذا الكفر اللي حضرتك أقرت به الآن إن لا يوجد صفة لله إلا لعلي؟ علشان مالك يا شيخ، انت وقعت ولا ايه؟ شيخ حبيبي، طيب ارفعه على اليوتيوب ولا انت لا تسمح لي؟ ارفع شنو؟ ايش ترفع يعني؟ التسجيل الاتصال اللي انا اتصلت عليك دلوقتي مسجل كل، تسمح لي ارفعه على اليوتيوب وعلى قناه صفا الشيخ طالب العبودي وانك تقر كل هذا الكلام؟ هذا الكلام اذا يكون بيني وبين اتفاق ما يخالف، يكون هذا بيناتنا، تكون هذا الكلام يكون بيناتنا مناظره، انا اقبل. طيب يعني دلوقتي لا ارفعه يا شيخ؟ دلوقتي لا تسمح لي ان انا ارفع؟ طبعا انا ممكن كلام هو هذا يقال، هذا كلام خاص عند الشيعة. طيب خلاص ان شاء الله، لا دام كلام خاص انا هشرك ان شاء الله، لا دام ده كلام خاص واخليه للعام كله ان شاء الله وارفعه النهارده على اليوتيوب. شكرا لك يا شيخ طارق. حضرتك عايز عنوان معين؟ انت طيب، انت واضح من طيبك هذا، الشيعة ما يفوت علينا شيء ان شاء الله يا شيخ. لا ما شيعة امير المؤمنين لازم يكونوا عندهم يا شيخ حكمة كده، وانا ان شاء الله من شيعة امير المؤمنين، واوقعت حضرتك ان شاء الله وسجلت لك ان شاء الله. تسمح لي ارفعه على اليوتيوب؟ لا مو كل شيء رفع. طب ان شاء الله هرفعه، يعني مش بمزاج حضرتك ان شاء الله، احنا خلاص سجلنا. لا شكرا. لا هرفع. لا حتى لو سجلت وترفع مين احنا عادي. لا انا هرفع ان شاء الله يا شيخ طارق، خلاص ان شاء الله هرفع. لا ارفع ما يهمني. طيب ما يهمكش ان شاء الله هنرفعه ونبين تأليه علي ابن ابي طالب فيه. ما رايكم يا اماميه؟ قف قف قف. علي ابن ابي طالب هو كل شيء، خلق السماوات والارض بيده ولا تكون يدك على الجميع، يعني لما كان هو الذي رفع ادريس علي، هو الذي انطق عيسى في المه، هو الذي انجى موسى من فرعون، هو الذي انجى ابراهيم من النار، وبيقول لي نعم نعم صحيح، وهو الذي أنجى أيوب من المرض، وهو كفر. ما الفرق بين الله وبين علي يا شيعة؟ وبيقول لي لا أسمح لك أنك ترفعه، إما عرف أن أرفعه في الآخر. الله المستعان. هل بعد كل هذا ما زال شيعة يقرون بهذه العقيدة الوثنية؟ اللهم اهدي عوام الشيعة إلى الحق من أيدي هؤلاء المعممين. كان معكم يعني هذا المعمم اللي انتوا سمعتوه الآن، الشيخ طالب العبودي، شيخ من المشايخ الكبار في العراق كما ترون صورته الآن إن شاء الله.